أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج العالم في أسبوع. نستعرض في هذه الحلقة أهم الأحداث ونستقرئ التداعيات ونحلل التطورات ونتابع سويا فيها المادة 54 من مشروع الدستور المصري، هل تكتب فصل النهاية للإسلام السياسي في العالم العربي؟ ظريف يروج في الخليج لاتفاق جنيف النووي، لا تذهبوا بعيد. أهلا بكم من جديد. عقب الانتهاء من صياغة مشروع الدستور المصري الجديد وتسليمه للرئيس المؤقت عدلي منصور تمهيدا للاستفتاء عليه، تبقى المادة 54 والخاصة بحظر الأحزاب السياسية على أساس ديني محل جدل لدى تيار الإسلام السياسي، حيث أن هناك أكثر من 13 حزبا تم إنشاؤهم عقب ثورة يناير على أسس دينية، أبرزها كان حزب العدالة أو حزب الحرية والعدالة المصري الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وحزب النور السلفي الذراع السياسية للدعوة السلفية. وبعد إصدار تلك المادة يبقى مصير هذه الأحزاب مجهولا وتصبح مهددة بالحل، خاصة وأن هيئة مفوضي مجلس الدولة أصدرت منذ فترة تقريرا يوصي بحل حزب الحرية والعدالة. الكوت فتحت ملف الإسلام السياسي في ظل الدستور الجديد، وهل يمكن أن يؤثر موقف الدستور المصري على وضعية أحزاب الإسلام السياسي ليس في مصر وحدها وإنما أيضا في العالم العربي ككل؟ فلنتابع. الحظر إحدى سمات حياة الربيع العربي، وهو في مصر أبرز بعد أحداث 30 من يونيو الماضي. وإذا كان قد انتهى تطبيقه في شوارع المدن المصرية، فإنه لم ينتهي التفكير في تطبيقه على فكرة سياسية، حتى نص عليه 50 في مشروع تعديل دستور 2012 بأنه لا يجوز قيام أحزاب أو مباشرتها نشاطا سياسيا قياما على أساس ديني. الهدف الرئيسي من النص في الدستور المصري المقبل لعام 2013 في حال إقراره شعبيا هو نتيجة لسبب أساسي، وهي آفة خلط السياسة بالدين، وليس نتيجة لإقصاء تيار سياسي أو مجتمعي بعينه، أو نتيجة فشل أو الخبرة السيئة للأحزاب الإسلامية التي وصلت إلى سدة الحكم في المنطقة العربية. وكما كان المزاج العام للربيع العربي إسلاميا، يظن أحيانا أن المزاج العام لحظر إسلامية الربيع سوف يكون عربيا، فتقف الأحزاب الإسلامية اليوم في العالم العربي عامة على مفترق طرق، إذ تتجه الأنظار بعد حظر الأحزاب الدينية في مصر إلى تطبيقه في دول عربية مثل تونس التي تحكمها حركة النهضة الإسلامية الذراع السياسية للإخوان المسلمين، وكذلك في دول عربية أخرى على رأسها دول الخليج العربي وما يمكن أن يترتب على ذلك كله. هناك جماعات دينية تريد أن تمارس العمل السياسي، التيارات الإسلامية التي تريد أن تمارس العمل السياسي لابد أن تكون تيارات متفتحة، إذا أرادت أن تمارس العمل السياسي فلتمارسه من خلال الأحزاب، من خلال الأحزاب، أحزاب مدنية تقوم على تقديم خدمات للناس، تقوم على ممارسة العمل السياسي بعيدا عن إقحام الدين، لأن هناك طبعا هو ما فيش فصل الحياة عن الدين، الدين مشارك في كل شيء. ردود أفعال المجتمعات الإسلامية لم تبدو بعد، فما زال هناك ترقب لما يمكن أن يترتب على حظر الأنشطة الإسلامية السياسية في وجود اتجاهات علمانية داخل إطار تلك المجتمعات التي تميل إلى التدين. ليس الفرق بسيطا بين أن تكون المحكمة في شؤون العباد وواضع دساتيرهم، وبين أن تصير منفيا من بينهم منتفيا من حياتهم السياسية، لكن هذا ممكن في بلاد العرب. ألا ترى شاعرهم يقول: ما بين طرفة عين وانتباهتها يبدل الله من حال إلى حال. من القاهرة لقناة الكوت، معتز صقر. المستشار محمد الجمل رئيس مجلس الدولة السابق اعتبر أنه سيتم تطبيق مواد الدستور على جميع الأحزاب الدينية الموجودة في مصر، حيث سيترك لهذه الأحزاب مسؤولية تكييف أوضاعها لتتلائم مع الدستور الجديد. مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الكوت الفضائية، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الخاص مع المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة والفقيه الدستوري. أهلا ومرحبا بك سعادة المستشار. في البداية سعادة المستشار، صف لنا المادة
54 للدستور الجديد. لو احنا عملنا احزاب على اساس ديني، الاحزاب المفروض احزاب متعددة وبتتنافس للوصول للحكم، فهيبقى عندنا بالنسبة للمسلمين احزاب بتتبنى كل حزب منها مذهب من المذاهب الإسلامية على الأقل، اللي حزب مالكي، حزب حنفي، حزب إلى آخره. أيضا الأقباط عندهم ثلاث يعني مذاهب، عندهم مذهب الكاثوليكي والأرثوذكسي والبروتستانتي، يبقى كل كنيسة من دول تعمل لها حزب، يبقى عندنا العدد ده من الأحزاب بيتنافس مع بعضه على أصوات المصريين. الدين كمان يمثل الإيمان اليقيني بوحدانية الله يعني الثواب والعقاب والآخرة والملائكة وما إلى ذلك، وهو يمثل في هذا الشأن العقيدة. العقيدة طبعا بتاعة المسلمين في مصر مثلا، ما مسلمين بيصلوا ويصوموا ويزكوا ويحجوا وما فيش مشكلة بالنسبة له، عندنا عشرات الآلاف من المساجد والزوايا في كل حتة. إنما اللي موجود بقى هو الشريعة اللي هي أحكام المعاملات الشرعية، اللي قلنا إن هيبقى لو عملت أحزاب دينية هتبقى أحزاب موزعة على الإيه؟ على هذه المذاهب الشرعية، وبالتالي يبقى في صراع داخل المسلمين بين هذه الأحزاب وبعضها البعض، وأيضا بينهم وبين مذاهب غير المسلمين المسيحيين كما ذكرت. بناء على كده بقى بيحظر المبدأ، بيحظر يعني تكوين أحزاب دينية، لأنه الجانب الديني زي ما قلنا جانب يقيني، والجانب السياسي جانب نسبي، والمفروض أن الحزب ده مجموعة مؤمنة ببرنامج سياسي اقتصادي اجتماعي عايزة تقنع الناخبين به للوصول للحكم لتنفيذه، وليس الخلاف الديني في المذهب والتفسير وما إلى ذلك. ولكن سعادة المستشار، كيف يتم تطبيق تلك المادة على تلك الأحزاب الدينية؟ تمام، هل هذه المادة سوف تقوم عملية تضييق على تلك الأحزاب الدينية أم لا؟ هو حصل حالة بعد 25 يناير غريبة شوية. قانون بتاع الأحزاب اللي صادر سنة 72 على ما أظن يعني بيقرر عدم جواز تكوين الأحزاب على أساس ديني، فكان مفروض انه يستمر، طبعا القانون ما زال قائم، يستمر في حظره للاحزاب الدينيه. بعد 25 يناير تم تشكيل في مصر، دلوقتي موجود على الاقل بالتقريب حوالي 90 حزب، منهم نسبه لا تقل عن 60% او 70% احزاب ذات هم احزاب دينيه بيقولوا عليهم ذات مرجعيه دينيه عشان يتحايلوا على الحظر اللي موجود في قانون الاحزاب. الدستور بتاع سنة 71 كان بيحظر هذه الأحزاب، وأيضا مشروع الدستور الجديد بيحظر هذه الأحزاب، ورغم كده كان مشترك في اللجنة الخمسين اللي بتعمل وتكتب مواد مشروع هذا الدستور مشترك حزب النور، وهو حزب ديني محظور مثلا. وبالتالي احنا قدام خلل سببه عدم التطبيق السليم للشرعية الدستورية والقانونية، وطبعا بعد ما يصدر الدستور الجديد وقبل ما يصدر الأحزاب اللي موجودة حاليا أحزاب محظورة، ولابد أن تتحول إنها تسيب شكل الحزب وتتجه إلى شكل الجمعية الدينية إذا كانوا عايزين يستمروا في الدعوة الدينية، أو إنهم يعملوا حزب مالوش علاقة بالمرجعية الدينية ولا له الاهتمام بالجانب الديني على الإطلاق، وإنما يعمل في العمل السياسي البحث. هل يعني ذلك أنه بمجرد إقرار تلك المادة في الدستور سوف يتم حظر الأحزاب الدينية كحزب النور وحزب الحرية والعدالة وحزب الوسط وغيرهم؟ هو مش بمجرد المادة، هو من غير المادة زي ما قلت لك الأحزاب دي باطلة من وقت تشكيلها، لأن دستور 71 وبالإضافة للقانون بتاع الأحزاب بيحظر تكوين أحزاب على أساس ديني، وليس مفهوما حتى الآن كيف قبلت لجنة الأحزاب إنشاء هذه الأحزاب التي ذكرتها وغيرها اللي هي أحزاب دينية بحتة. على الأساس اللي أنا ذكرته لك بالتفصيل في أول الكلام، مش متصور إن إحنا يبقى عندنا في مجال الإسلامي أحزاب على مذاهب السنة وعلى مذاهب الشيعة كلها تتصادم وتتصارع مع بعضها على الفهم والتفسير لأصول الدين الإسلامي، بينما المفروض ان هناك تبقى في وحده للاسلام كاسلام وكعقيده وكشريعه،
وليس يكون محل نزاع وصراع سياسي على الحكم. لا يختلف أحد على أن الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية لها ثقل في الشارع المصري وفي العالم العربي، ولكن بتطبيق تلك المادة سوف يؤدي إلى دخولهم في منعرق سري مرة أخرى، فما تعليق على هذا الكلام؟ هو مش هيتغير غير الشكل القانوني والدستوري، يعني الحزب الديني سوف يتحول إلى جمعية دعوية دينية ويمارس نشاطه الديني، ولديه محبيه وأعضاء يعني الملتزمين بالجوانب الدينية التي يدعو إليها، ولا يترتب على ذلك سوى أنه يبتعد عن ممارسة النشاط السياسي اللي هو محاولة إقناع الناس بتأييد الحزب في الانتخابات للوصول إلى الحكم، إلى البرلمان وإلى الحكومة. فما فيش حاجة هتتغير إلا الشكل القانوني، لأنه بالنسبة للشكل القانوني الخاص بالحزب يخلق التناقضات والخلافات والفتنة الطائفية والدينية التي سبق أن شرحتها لك. في النهاية نذكر شعارة المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق والفقيه الدستوري، وشكرا لكم على حسن متابعتكم. نشكرك ونشكر القناة ونشكر المشاهدين. في المقابل، المستشار أشرف عمران المستشار القانوني لحزب الاستقلال وعضو لجنة الدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسي توقع الإبقاء على جميع الأحزاب التي ينتمي مؤسسوها للتيار الإسلامي مثل حزب النور وغيره من الأحزاب بعد إقرار الدستور الجديد. أهلا بك سعادة المستشار. في البداية نود أن تقدم لنا شرحا أوفى للمادة 54 من مسودة الدستور المصري الجديد. المادة 54 تعني عدم فهم واضعي هذه المادة لمفهوم الأحزاب الدينية. أولا، لا يوجد في مصر ما يسمى بالأحزاب الدينية، فإن في مصر كلها أحزاب سياسية ولا توجد أحزاب أيديولوجية. الحزب الديني أو الأيديولوجي هذه أحزاب كانت في العصور الوسطى وكانت تقوم على الحكم بالحق الإلهي، أي أنهم ظل الإله في الأرض يحكمون بأحكام الله، لا يحكمون طبقا لقانون ولا دستور معين. أما في مصر فكل الأحزاب تخضع للدستور والقانون وتسير في فلك الدستور والقانون. أما الساق الأحزاب الدينية بما هو موجود من الأحزاب التي لها مرجعية إسلامية فهذا خطأ وخلط كبير بين الحزب الديني والحزب الذي يقوم على مرجعية دينية. وفي كل الأحوال المادة 2 من الدستور تعطي الحق في أن تكون الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، إذن يجب أن تكون كل مواد الدستور تدور في فلك الشريعة الإسلامية والمرجعية الدينية. إذن هذا ليس عيبا في أن يكون هناك حزبا قائم على مرجعية دينية، فهو حزب دستوري وفقا للمادة 2 من الدستور التي يجب أن يفهم الدستور كله كوحدة واحدة وألا تتناقض مواده مادة عن أخرى. كيف سيتم التعامل مع الأحزاب المحسوبة على تيارات الإسلام السياسي وفقا لهذه المادة؟ لا غضاضة من وجود أحزاب تقول أنها على مرجعية إسلامية، لما تكون هناك أحزاب قائمة على مرجعية ماركسية أو علمانية أو غير ذلك وهم يتباهون بذلك؟ هل يتباهون بقيام أحزاب على مرجعية ماركسية أو علمانية ويأتون إلى الأحزاب التي تقوم على أساس مرجعية دينية ويحاولون أن يطفئوا نورها؟ بالتأكيد لن يكون هناك أي إقصاء لمثل هذه الأحزاب، لأن مفهوم الحزب الديني لا يندرج تحت أي حزب من الأحزاب القائمة حاليا. طيب، ما موقف حزب النور وحزب الحرية والعدالة والوسط وغيرهم من الأحزاب؟ هل يعني ذلك أنه مجرد إقرار الدستور في مصر سيتم حظر هذه الأحزاب؟ أبدا لن يكون ذلك، لأنه لا يوجد أصلا في الدستور ما هو تعريف الحزب الديني. وقد قلت لسيادتك من قبل أن الحزب الديني هو الذي يحكم بالحق الإلهي، ولا يوجد في مصر أو ضمن الأحزاب التي قمت بذكرها حضرتك ما يقوم على الحكم بالحق الإلهي، كلها أحزاب سياسية تدور في فلك الدستور والقانون. لا يختلف أحد على أن الأحزاب ذات الصبغة الإسلامية لها ثقل كبير ليس في الشارع المصري فحسب، ولكن أيضا
في العالم العربي كله، ألا تعتقد أن مثل هذا التضييق عليها إن صح التعبير للعمل في العلن يمكن أن يلجأها للعمل سريا، وما يمكن أن ينتج عن هذا من مشاكل وبروز أحزاب سرية أكثر تشدد؟ هو من حيث المبدأ يجب ألا يكون هناك إقصاء لأي تيار سياسي. السياسة هي ملعب متاح للجميع، كل ينزل هذا الملعب ويطرح نفسه، والشعب هو الذي يقول كلمته. أما أن تكون فئة معينة تريد أن تقصي فئة معينة، هذا ليس مطلوبا وهذا لا نرضى عنه بالقطع. ولكن هم إذا حاولوا إلغاء الأحزاب الدينية أو أقصوا الأحزاب التي تقوم على أساس مرجعية دينية، هل يستطيعوا أن يقصوا شخصها؟ هل يستطيعوا أن لا يجعلوا لهم دور على الحياة السياسية؟ في الحياة السياسية كلا، سيمارسون أيضا الحياة السياسية وفي إطار مشروع أيضا، ويتبنون نفس مشروعهم. إذن عليهم أن لا يحاولوا إقصاء أي فريق أو أي طرف أو أي تيار سياسي، وأن يكون الشعب هو الحكم. إذا اختار هذا التيار فهذا اختيار الشعب، أو إذا لم يختاره فهذا اختيار الشعب. لا تجعلوا أنفسكم وساطا على الشعب وتقصون تيارا معينا من أجل مصالح عذرا عن شخصية. المقاطعة، أشكرك جزيل الشكر المستشار أشرف عمران، المستشار القانوني لحزب الاستقلال وعضو لجنة الدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسي، كنت معي من مصر، شكرا جزيلا لك. فاصل قصير نتابع بعده جولة ظريف الخليجية، بداية ذوبان جليد العلاقات العربية الإيرانية، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. إيران المنتشية بالاتفاق السياسي مع الغرب ونجاحها في الاحتفاظ بحقها في التخصيب، تعمل حاليا على إطلاق رسائل مختلفة في كل اتجاه إلى الدول العربية في محاولة لبدء مرحلة جديدة من العلاقات التي تقوم على حسن الجوار، بينما ما زالت الشكوك تراود البعض من صدق النوايا الإيرانية. وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بدأ مؤخرا جولة دبلوماسية في عدد من دول الخليج لإزالة الالتباس الذي يعترض العلاقات مع الجمهورية الإسلامية، رافعا شعار حسن الجوار وتصفية القضايا الخلافية أو على الأقل تقدير تجاوزها خلال المرحلة الراهنة. وللمزيد بشأن هذه الجولة الإيرانية وأثرها في طمأنة الدول الجوار الخليجي، ينضم إلينا من طهران الكاتب والمحلل السياسي حكم أمهز. أستاذ حكم أهلا بك. بداية، التحرك الإيرانية في إطار حملة أطلقتها الدبلوماسية الإيرانية تحت عنوان سياسة حسن الجوار وإزالة المخاوف، وهي حملة لم تتضمن الخليج فقط وإنما عدد كبير من الدول من بينها مصر، هل تعتقد أن هذه الحملة قادرة على طمأنة دول الخليج وإزالة طبقات الجليد التي كست هذه العلاقات خلال الفترة الماضية برأيك؟ الموقف يحتاج إلى حسن نية، ليس من إيران أولا، بل يجب أن تكون حسن نية من الدول الخليجية بطبيعة الحال، لأن التاريخ هو الذي أعطى هذا الانطباع وهو الذي أكد هذه الوقائع التي تتحدث عنها. الآن نحن أمام مرحلة جديدة بعد وصول الرئيس الامريكي باراك اوباما الى السلطه، حمل اللواء انه لا بد من وقف حرب العوده، عوده الجيوش الامريكيه من الخارج الى الداخل، وحمل غصن الزيتون اذا صح التعبير يعني، وهو يحاول ان يكرس هذا الموقف من منظوره، وبطبيعه الحال يعني مع التحضر على السياسه الامريكيه والملاحظات عليها تجاه المنطقه. نحن نعلم ايضا الان ان الدول الخليجيه بطبيعتها تتبع سياسيا الى الاراده الامريكيه والاداره الامريكيه. الان فهم الدول الخليج ان هناك موقفا جديدا وبرامجا امريكيا جديدا للمنطقه مختلف عن السابق بعدما حدث في المنطقه من ثورات وتحركات. هذه المواقف الامريكيه
دفعت عددا من دول الخليج الى يعني الركب في هذا السياق وغيرت نوعا من سياستها الان تحاول ان يعني تبدي تسنية. ما دلالات عدم قيام وزير الخارجية الإيراني بزيارة البحرين والسعودية وأنت الآن كنت تتحدث عن السعودية خلال جولته الخليجية؟ أعتقد أن هذه الزيارة أو الجولات التي يقوم بها المسؤولون الإيرانيون مرتبطة ليس بحسن النوايا هذه الدول، إنما مرتبطة بالمخطط الأمريكي أو المشروع الأمريكي الجديد المرسوم للمنطقة. طالما أن التقارب ما بين إيران والدول الخليجية والدول الشجار يعني يخدم هذا المشروع، فأنا أعتقد أنه أن هذه الزيارات والجولات سوف تذيب الجليد إلى حد ما بين إيران ودول الشجار. طيب. استاذ حكم، على ذكر الرئيس الإيراني حسن روحاني، ما هو مستقبل العلاقات الإيرانية الخليجية في ظل حكومة الرئيس المنتخب الإيراني طبعا حسن روحاني؟ برأيي أن المرحلة المقبلة ستشهد تحسنا في العلاقات ما بين إيران ودول الجوار، لأنه أشار أن المشروع الأمريكي في المنطقة الآن يعني غير 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 مناسي وغير رافض لهذه العلاقات. أعتقد أن حتى علاقات إيران مع الدول الأخرى والغربية أيضا سيتغير. أنا أقول هنا أن الموقف الإيراني لن يتغير، إنما تغير المواقف الغربية والمواقف العربية، بمعنى أن إيران عندما وقعت الاتفاق الغربي الاتفاق النووي مع الغرب لن يتغير جوهر موقفها ولم تتغير استراتيجيتها، سواء كان في موضوع العلاقات الخارجية أو في الموضوع النووي أو في العلاقات العربية، فهي لا زالت على موقفها. في الموضوع النووي أكدت منذ أن انطلقت المفاوضات على حقها في التخفيض للأغراض السلمية، وهذا ما أكدته وبقيت عليه وهو ما اعترف به. من هنا أستطيع أن أقول الآن هناك مستقبل جيد ينتظر العلاقات الثنائية بين إيران والدول الجوار. يرى العديد من المحللين أستاذ حكم، يرى العديد من المحللين أنه بعد الاتفاق الإيراني الغربي بشأن ملفها النووي، ملف إيران النووي، فإن هناك ترتيبات دولية من أجل إعادة رسم القوى السياسية في المنطقة، وأيضا يتوقع الكثيرون أن يكون لطهران دور كبير ومحوري كقوة إقليمية مؤثرة في الخريطة الجديدة للشرق الأوسط. ما مدى مصداقية هذا التحليل؟ الاتفاق، أعتقد أن الاتفاق لم يقدم هذا الدور لإيران، بل إيران قدمته بإرادتها واعتمادها على الاكتفاء الذاتي. يعني بمعنى أنه خلال فترة الحصار الجمهورية الإسلامية استغلت الحصار ونمت قدراتها على مختلف المستويات، وثبت على استراتيجيتها لا تقول بالتعامل المتكافئ والند مع الأطراف الأخرى، وقد استطاعت خلال العقود الثلاثة والأكثر من ثلاث عقود من الحصار أن يعني تبني قوتها وقدراتها وإرادتها وأن تفرض هذه القوة والإرادة على الدول الأخرى. بطبيعة الحال دور إيران يعني ليس الجديد هو الذي سيحدد الدور الإيراني المقبل، إنما إيران حددت دورها بنفسها. نحن نعرف ذلك من خلال الموقف الذي أخذته الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع قوى ودول الممانعة في المنطقة، والتي استطاعت إفشال كل المخططات المتجهة الغربية المتجهة نحو المنطقة، وتحديدا دعيني أقول هنا فيما يجري في سوريا. الآن في سوريا لو استطاع الغرب واستطاع الأمريكيون أن يخيروا المعادلة لكان موقفهم مختلف عن الموقف الحالي، ولكن وجدوا أن الموقف الإيراني وموقف الدول والقوى الداعمة له في المنطقة، أي محور المقاومة والممانعة في المنطقة، أثبت كفاءته وأثبت قدرته وأثبت مواجهته للمشاريع الآتية من الخارج وأفشلها. وبالتالي فانه لم يعد خيار امام الغرب وامام الاخرين الا يتعامل مع الجمهوريه الاسلاميه على اساس النديه وعلى اساس انها لها دورا كبيرا في المنطقه. طيب. وهي اللاعب الاساسي في الاوراق في المنطقه. ومن هنا نلاحظ الدور السعودي والموقف السعودي الغاضب الذي يحاول ان يقلب الطاوله. استاذ حكم، باختصار لو سمحت لضيق الوقت، موقف طهران من البحرين وسوريا هل سيكون لهما دور فاعل في التاثير على العلاقات مع الدول الخليجية برأيك؟
فيما يتعلق بالموقف السوري، لا زال الموقف الإيراني على ما هو عليه، هو يدعو إلى حل جنسي وهو يعمل على هذا الأساس. وأعتقد أن لإيران والكل يعلم أن لها الدور الأساس والموقف الأساس في حسم الموقف في سوريا، وبالتالي فعلى الجميع أن يعني يأتي إلى هذا الحل السياسي وأن يعمل على الحوار، لأنه بالنتيجة مهما طالت الحرب فإنه سيكون هناك سلام ويكون هناك حوار ولن يكون هناك يعني أي حل بهذه الطريقة. فحتما للدماء أن يكون هناك موقف سياسي وحل سياسي للأزمة. أشكرك جزيل الشكر، كنت معي من طهران الكاتب والمحلل السياسي حكم أمهز، أشكرك على هذه المداخلة. بهذا مشاهدينا وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج العالم في أسبوع. تقبلوا مني ومن فريق العمل أطيب المنى، والسلام عليكم.